كما قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب. لا يؤلف بين القلوب كثرة العطاء أو كثرة الأموال، بل هذه تزيد القلوب نفرة وتباغض. مهما أنفقت من الأموال فلن تؤلف بين القلوب، إنما الذي يؤلف بين القلوب هو القرآن والسنة، اتباع القرآن والسنة، هذا هو اللي يؤلف بين القلوب ويجمع القلوب. وحذرنا الله من ما وقعت فيه الأمم السابقة من تفرقها بعدما جاءتها البينات: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ما لهم عذر، لأن الله بيّن لهم، لكنهم تركوا هذه البينة وتفرقوا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأنزل الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.